إلى حبيب ابنتي المنتحرة، اسمع يا بني، قضيت الليالي أسمعها الوساتها العالية تنادي، تنادي باسمك. أصبحت فتاة أخرى تماما، أصبحت تعشق الموسيقى الحزينة كثيرا، تضحك كثيرا وعلى أتفه الأمور، تبكي لأتفه الأسباب، أحيانا تتكلم كثيرا وأحيانا تبقى صامتة لأيام. جسمها أصبح هزيل، وزنها نقص كثيرا، وشعرها بدأ بالتساقط كأوراق الخريف. في آخر ليلة قضيتها معها سمعتها تبكي كعادتها، وقد حان وقت منتصف الليل، قد حان وقت منتصف الليل ولم تنم. جلست بجانبي وبدأت تتكلم عنك بشكل مستمر، عن أيام قضتها معك وعن ابتسامتك التي لم تغب عن ذاكرتها. حدثتني عن جنونها بعينيك الذابلتين ولمعة عيونك التي تهيم في قلبها الصغير. وعندما أنهت حديثها قدمت لي هاتفها وقالت أنها ستخلد للنوم لأنها متعبة، وقالت أنها قد أتعبتني كثيرا، وغدا ستكون في مكان أجمل. بقيت مستيقظة أفكر في كلماتها، وعندما فهمت قصدها ذهبت إلى غرفتها مسرعة. وجدتها معلقة بحبل في غرفتها كما عانت ابنتي كثيراً.